ايه شو طالعون شغل غني بابا يا يين ولا سايرين قاعدين ولا ماشيين جالسين ولا رايحين يلا بابا كل واحد يرد البيت على طول ما أبا أشوف حد يصير مني ولا منك ولا بخبر عليه ولي أمره So where do you want to go ليلى؟ Nowhere بجلس at home أشوف يوتيوب في ستريم قوي tonight between DC and Marvel Awesome Can I come and come? Sure it will be fun أقول لك يتكلمون لغة غريب مشفر نص انجليزي ونص عربي الواحد ما يرمي يقبض شي مول وهالاثنين الشياطين يوم يسافرون اكيد يجهزون له مصيبة في المدرسة وانت تقول لي عادي لا تكبر الموضوع موضوع عادي وانا اصلا كنت بستدعيك علشان اكلمك بهالموضوع اي موضوع موضوع خلاص اسكت مستوي لي مصحصح لغوي اللغة العربية مو مطلوبة اليوم يا مهير اليوم أهم شيء اللغة الإنجليزية الإنجليزية؟ عسبتي أنا كنت بستدعيك أبغي أقول لك إن نظام المدرسة تطور وإنت لازم تخضع لدروس لغة إنجليزية إذا تبغي تستمر بالشغل كسيكيورتي في المدرسة أخضع لل... أخضع ليش أخضع لدروس لغة إنجليزية؟ تراني ألا ناطور من شروط العمل والدراسة في المدرسة من اليوم وساير هو أتقان اللغة الإنجليزية يعني استوى لغة المدرسة إنجليزي وبعد كم شهر صيني صيني؟ زين بعمبر سؤال تفضل واللغة العربية بيكون في حصص تقوية لها حق الجيل الجاي بو مهير عونك انت يوم تسافر ألمانيا شو تسمع الناس يتكلمون هناك انجليزي ألماني ويوم تسافر الفرنسا شو تسمعهم يتكلمون انجليزي فرنسي ويوم تسافر لندن شو تسمعهم يتكلمون فرنسي انجليزي تراني هقول لك من الصبح انجليزي هيا ليش هني الأولاد يتكلمون لغة غير لغة مالهم 24 ساعة لين ما ينسونها تراهم يقولون هاي لغة التطور والتكنولوجيا والعلم بلا قمت تلاك لك يقولون تكنولوجيا هاكو اليابانيين والألمان والفرنسيين والصينيين تعلموا الإنجليزي لكنهم ما نسوا لغتهم الأصلية شيه ما خبرتك هاك اليوم حضرت اجتماع بوزارة محلية تسمع مني؟ يبون مني شغلة والمجتمعين كل ما ربعنا مواطنين وعرب كلهم يرمسون انجليزي تصدق ساعة وانا يالس بينهم حسيت عمري اني طمطمه يعني حسيت فيني اخيرا نعم نعم اني حسيت فيك وقررت اني لازم اتعلم انجليزي ولا ابشرك
لا بيمشي شغلي ولا بتخلص أموري. ساعة وحسيت نفسك تمتم في الاجتماع. هيا لنا شو أقول، 55 سنة حاس نفسي تمتم في هالشعبية. لندن بيرنينج، لندن بيرنينج، فيش ذا إنجل، فيش ذا إنجل، فاير 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 فاير. بورن بورن بسليمان، نبغى نلعب كود بستة، ناقصنا واحد، تعال كملنا. بيرنينج، لندن بيرنينج، فيش ذا إنجل، فيش ذا إنجل، فاير فاير فاير. يا أبو سليمان تعال خلي يذاكر. وانتو راضين باللي يستوي؟ شو مستوي؟ لا وزن صاحبكم بو عنبر هذا، خلينا مدير المدرسة، لكن ما كذاك. شو مسوبك بو عنبر؟ قال لي يا تطور نفسك كمدرس موسيقى بالمدرسة وتاخذ كورس ايقاعات أجنبية، ولا بفنشك وبعين مكانك مدرس موسيقى انجليزي. وسليمان بعد؟ تراني عطيت إجازة الشهر ياخذ حصص تقويل تعلم الإيقاعات الغربية. يا الظالم، باقيني في شهر أتعلم الروك أند رول والجاز والسالسة والهوبي. هوبي بعد؟ نعم، قال لي من اليوم وساير ممنوع تعزف الأورج على إيقاعاتنا الشعبية، ولا بفنشك، لازم تعزف على إيقاعات غربية. وانا باه هذا ما يجي براسي. يا سلام، هذا اللي يجي براسي. خلاص وقفي يا مسلمان، وقفي يا مسلمان. لا والله حلفت عليك يا مسلمان ما توقفي. حرام عليك، قلت لا توقفي يا مسلمان. عيال تقول ما باغين أي شيء شعبي شرقي. لازم نسوي أبديت للإنجليش. اندوك هذا الإنجليزي. شو أسوي يا أبو سليمان؟ تراني مجبور، لازم نساير العصر والتقنيات الحديثة إذا بغينا نوصل للعالمية. روك اند رول ينفعكتم. يلا شو هذا مصيبة يجي فوق راس مالنا؟ شمبه تعال بسرعة فوق، في كلب دوبرمان داخل كانتين. بابويا كلب دوبرمان؟ حاسبوا حني يهذكم. الحين كل هالأكشن عشان هالكلب الصغيرون؟ أوف، صار لنا نص ساعة نحاول نمسكه، شكله شبعان. بالشباب ترى هذا كلب مو بسبال. كلهم ترى حيوانات ما يفرقون بين الموز واللحم. كيف يعني ما يفرقون؟ أنت مثلا إذا كنت ضايع في البحر وبتموت من اليوع وصدت سمكة، بتفرق معاك يعني إن كانت هامور ولا كنعت؟ الحين كل هالحشرة بسبة هالكلب الصغيرون. يلا يلا شلوا وطلعوا من الكانتين، خلي كوتي يسوي لي واحد كرك أعمر الراس. عيل تعال طلع بروحك، نحن ما يخفنا. أوهو، هذا كيف أطلع الحين من الكانتين؟ تعال يا كلب، تعال تعال اطلع برا، يلا ما عندي وقت. متسوى أبا كوتي يسوي لي كرك. يا أبو الشباب تراه كلب ما هو بقرد. زين ليش ما تزقره؟ أزقره؟ هذا كلب ما يفهم إنك تزقره. كم بتعطيني إذا قدرت أزقره وطلع من الكانتين؟ شو هالمهنونة، أوانا بتزقر الكلب. زين بعطيك 5 دراهم. 500. قولي 1000. 1000. 1000. وإذا ما سمع كلامك أنت بتدفعي لي 1000، أوكي؟ أوكي أوكي، يلا راويني كيف بتسقرينا. كم هير باي، كم هير. ها؟ حتى الكلب طلع يفهم إنجليزي؟ الـ1000 لو سمحت.
ها تفضلي. 5 دراهم؟ نحن اتفقنا على 1000. بس ما اتفقنا ادفعهم كاش. يلا خذي، بدفعهم لك اقساط 5 دراهم كل شهر وبدون فوايد. هادي من اشتاق لك فترة وحبك ينسي، يمكن اتعب كم شهر لكن ما راح انتي. يلا دارلينج يقوبلي. اوكي مامي. ما شاء الله على بنتي، اللي تشوفها ما يصدق انها مواطنة، انجليزيتها شرات الانجليز واحسن بعد. ايه حتى ولدنا روح خالته توفيق ما يرمس عربي بس انجليزي. حتى بنتي الحين بدأت تتعلم صيني وفرنسي. ولدنا خلص الصيني والفرنسي من زمان، الحين بدينا نعلمه ألماني واسباني. هيه الكل يتحسب ان عياله لغتهم الأجنبية الأحسن، لكن هو يعتمد على المدرسة اللي يدرسون فيها طبعا. شو قصدك؟ مدارس النخبة غالية وما بكل حد يقدر يسجل عياله فيها. مدارس النخبة ومدرسة أبو عنبر الإنجليزية مو من النخبة. مدرسة أبو عنبر؟ هاي اسم مدرسة نخبة؟ هالمدارس أقساطها الدراسية أقوى عن المدارس الخاصة يا حبيبتي. توفيق توفي يلا كم هير لس جو. بليز خالتي عتوقة، I want to play here longer please. والله خلنا نرد البيت أحسن، الجو بهالمكان ما بصحي، خانق ما في أكسجين. الله شعور جميل. مامي I'm hungry, I want pasta and burger kids meat and عفاري ما في حد حوالينا، تكلمي عربي عشان افهم عليك. شو يعني هنجري؟ شو تبين؟ يعانى ابا ملكو همبا وضمون جبل مع جبس عمان ونوتلا و شو بعد هلكل. يلا يلا بنصير عندي يدو ما شي يلذ من الخمير والعصيدة والقيمات مالها. خلني اطلع مهاراتي. كم هير بوي. Molester. No, me no child molester. أشوفك ترمس انجليزي ودي غانية. لا خلاص طوبة ما برمس، ممكن آخر مرة بس. يلا آخر مرة. Come here boy, come here. ولا كنت تسلم يا ولدي. هاي كيف اخناها الحين؟ كلمها عن قرازي. سوشير إياه سماويتها وارسم للدنيا بسمتها والفرحة.